حماسي للنساء الفنانات بلا حدود. وانتوا شفتوا هيبقى فيلم الافتتاح في مهرجان اسوان ليلى بنت الصحراء، اخراج بهيجة حافظ وانتاجها، وهي اللي عامله الموسيقى، وهي البطله سنه 37. فشوفوا المراه من امتى بتدي للسينما وقويه بالشكل ده، يعني من 80 سنه. عندنا منتجات قدموا للسينما المصريه كتير قوي وفنانات، يعني طبعا الاستاذه اسيا والاستاذه ماري كويني، فنانه ماجده قدمت اعمال عظيمه للسينما، يعني جميله ابو حريد وانف وثلاث عيون وجنس ناعم، قدمت افلام كتير كتير من الفنانات انتجوا. الاستاذه نجلاء فتحي طبعا انتجت كل الفنانات، ليلى انتجت برضو فيلم ليلى علوي، يسرى انتجت برضو فيلم، مديحه يسري الاستاذه العظيمه انتجت افلام. ده انا فوجئت ان فيلم صغيره على الحب انتاجها ومش بطولتها، يعني انتجت فيلم لسعاد حسني. فطول عمر الفنانين بيدوا للسينما وبينتجوا للسينما، احنا عايزين ده يرجع تاني، لانه انتاج الفنانين هتبقى المساله مختلفه. الاستاذ فريد شوقي انتج اعمال جميله، الاستاذ نور الشريف قدم في انتاجه مجموعه من الكتاب والمخرجين كتير جدا، يعني الاستاذ سمير سيف والاستاذ محمد خان والاستاذ خيري بشارة والاستاذ محمد النجار، اسماء كتير وقدم افلام عظيمه للسينما. فمش هيبقى مش ما حدش هيخاف على السينما ويبقى قلبه عليها وعايز يعمل لها يديها من قلبه بجد زي السينمائيين. لكن اي منتج تاجر هو داخل، هو عنده مهنه تانية وداخل مساله تجاره، انا هدفع كام وهيجيب لي كام، مش هما دول اللي هيهتموا بالسينما المصريه. فلازم احنا محبين السينما، واللي السينما ادتنا كتير هي ليها كمان عندنا كتير، يعني ليها شيء عندنا لازم، ليها جميل علينا لازم نرده لها.